ها مثال احنا كنا ناويين نبين لكم اخواني، الصوره تعلق. اذا صقت ما تنسي. الحين صبت الماي، بالله عليكم ما لصقت؟ وصقت ولا ما لصقت؟ الوسيله تلصق وتبغى. قلنا كلام حلو طويل، لكن صبت الماي. الشيخ صب الماي حقه حق عن ربيعه رضي الله عنه، فتعلق الصوره تبين. ولذلك دائما نحرص على عرض الوسائل. ليش؟ لان الصوره سبحان الله، الله اعطاها اثر، كما كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحرص. فننتقل من الرجال الى النساء مره ثانيه. وحنا أو لا بعد نبي شيء ثاني بعد. أقول لكم العجلة خربطتنا. أو لا لو جاي بمثال والله تلصق مسمار بلوح. الحين مثال الرجال والنساء، هذه يبي تمر وهذا يبي مخمة. إيش رأيكم ننطر؟ ننطر المخمة ولا نقول المثال عارفينه؟ المهم والله لو اللي جو تشوفون المخمة والله العظيم تعلق ببالكم. مكنسة مكنسة مخمة دبروا لنا في مخمة. اي والله دورونا تكفخ. في مثال خلي الاثنين ذان وننتقل لمثال، حتى الله يعلق ببالنا ويرصد في اذهاننا صور اللي لها وقع ولها اثار. ها هذا مثالين، مثال للرجال ومثال للنساء، وكلهم محتاجين وسائل. بصراحة العجلة كنت حاط ببالي، لكن العجلة الله يكرم شر العجلة جايكم الحين تأخرت، شغلني شاغل وما بقى وقت. قلت أخاف يسبقني الوقت ولا أوصلكم قبل الصلاة، والحمد لله وصلنا، لكن الله سبحانه وتعالى نسانا إن شاء الله. الحمد لله جاب الربع التمر، الله يجزيه خير. وين المخمة بعيد؟ الله يجزيه خير، جت التمرة. صدقوني والله بس ما تشوفون التمر، ها؟ واقول لكم المثال راح يلصق ويصير مسمار بلوح ولا يتغير. الله يرحم والديك، خوش تمره هذه. اخواني مثال عن التمر. وهذا التمر يعطينا صوره حيه يعيشها وتعايشها الانسان. ولما يتذكر التمرات يتذكر ذلك الصحابي في غزوة بدر رضي الله عنه، الصحابي الجليل، لما قال الرسول محمد، والرسول محمد إذا نادى الصحابة وحرك الصحابة وهمم الصحابة ودعا الصحابة، شو يقول لهم؟ يقول لهم قوموا إلى وين؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. يقول لهم قوموا، ينهضهم يحركهم عليه الصلاة والسلام. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن حمام بخ بخ يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فيقول نعم يا عمير، جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول بخ بخ. فيقول له الرسول ليش تقول بخ بخ؟ قال أرجو من الله أن أكون من أهلها. فيقول له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها. يقول أصحاب السير وكان عمير جوعان وأخذ يطلع تمرات من جرابه يطلع وياكل تمر جوعان. فلما أخذ ياكل قال إنها الحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، فألقاها ثم انطلق رضي الله عنه، فكان من أول الشهداء. شوفوا العجلة للجنة، شوفوا الحرص، شوفوا التمرة سوت. يقول إنها الحياة طويلة حتى آكل التمرات، كلا واحدة وما كمل الثانية، قط التمرات. قال وين حياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، فألقى التمرات رضي الله عنه وانطلق وكان من أول الشهداء. شوفوا شوفوا حقيقة العجلة. وعجلت إليك ربي لترضى. الإنسان عندما يفكر في الجنة تصير حياته دؤوبة وفعالة ونشيط. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لذلك نحن معنيين أخواني الأحبة وأخواتي الفضلات في التفكير بذلك المقام، لنعيش حياتنا فعلا الحياة في الجنة، والتسابق لها مو شيء بسيط وله سهل. لذلك أرجو من الله أن يقدرني ويقدركم ويعيني ويعينكم على الإهمام والاهتمام. كم مثل قلنا أنت وياي ولا مو وياي؟ كم مثال قلنا؟ كم من الرجال قلنا؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين وبكر الصديق، ها؟ ربيعة بن كعب الأسلمي، وبعد ها؟ عمير بن الحمام، أربعة. ومن النساء قلنا خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم ورمال أرى اللي تسرع
والمكنسة الرابعة لا تطلع الساعة الأذان قال الربع وحقوني قالوا لي قال العشاء الكلام يأكل بعضه. نأخر مثال المخمة ولا نقوله ولا تعرفونه؟ نقول مثال الرجال ونعود على النساء. مثال الرجال يا أخوان كلكم يعرف قصة ذلك التابعي الجليل، ذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز يعطي صورة حية وحقيقة تعاون وتفاعل مع الطموحات والتفكير في التهديف ونقل النفس من روح إلى روح ومن درجة إلى درجة ومن هم إلى هم ومن جهد لمجاهدة. وهذه حياتي يا أخوان، ترى الإنسان اللي ما ينقل نفسه نقلات نوعية ويبذل نفسه في الخير تفوت الفرصة وتنقض الحياة. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه كان عنده نفس طموحة وصلت المخمة، ما دام وصلت نوقف عندها ونقول المثل حتى نكون عادلين ما نخرب الجلسة ونجيب مثالنا. الله يرحم والديك، جزاك الله خير. اخواني هذا شنو يعني؟ اخواتي هاي هاي مخمة ما لها قيمة ولا لها قدر ولا لها تفكير وما هي بالعين شيء. جاءت امرأة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما عندي شيء، لا علم ولا جاه ولا منصب ولا مال، ما عندي غير اني يا رسول اجعلني اقم المسجد اكنس المسجد. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال لها لك ذلك، اخذي المكنسة واشتغلي. قامت تجي وقت الضحى كل ما فرق المسجد من المصلين جت وكنست المسجد. هذه المخمة بالله عليكم لها مكافئ الاحترام ولا شو تسوي فيها؟ قطة ما لها قيمة تحلفها حلال. انا خايف على المسجد ما ادري مخمة نظيفة عشان حذفتها. ما هي بالعين شيء المخمة. ومن يفكر بالمخمة اليوم؟ هذه المرأة فكرت والله هداها وأعانها ووفقها بأن تكون تقوم المسجد في المكنسة، وأخذت تقوم المسجد كل يوم تجي تنظف المسجد. فقدر الله أن ينشغل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلما انشغل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وراح في شغله قدر الله أن تموت هالمرأة، ماتت. فقام الصحابة غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها. فجاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من انشغاله، فلما جاء في اليوم الأول فقد المرأة ما شافها، اليوم الثاني قال أين المرأة؟ قال يا رسول الله توفيت. قال ألا أخبرتموني بذلك؟ ألا استأذنتموني؟ ليش ما قلتوني؟ قالوا كنت مشغولا يا رسول الله، ما أحببنا نزعجك، أنت مشغول وإحنا اجتهدنا وكنت مشغول في شغلك، رحنا اجتهدنا غسلناها وكفناها وصلنا عليها ودفناها. قال دلوني على قبرها يرحمكم الله. فذهبوا به عليه الصلاة والسلام إلى قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام، ثم يقول للصحابة لقد رأيت، صلى عليها ودعا لها ويقول للصحابة لقد رأيتها تتقلب في الجنة. ليه؟ لأنها كانت تقم المسجد. عمل حقير، عمل ما له قيمة، لكن عند الله له فضل ودخلها وصار سبب في دخولها الجنة. لذلك خاني اللي يبي الجنة حرص، واللي يبي الجنة لا يتردد في فعل أي شيء فيه قرب وفيه عمل وفيه حقيقة وفيه وجود وفيه إثبات يحقق فينا هذا الخير. وأرجوكم تفكرون تفكير عميق في حمل هذه النفس وتحريك هذه النفس لنحقق الخير لأنفسنا. ثم ننتقل لمثال الرجال كما بينا وقاطعونا وجابونا المخمة في عمر بن عبد العزيز عندما قال إن لنفس تواقة، إن لنفس تواقة تاقت لفاطمة فتزوجتها. شوفوا الطموحات، شوفوا التفكير، عندما الإنسان يفكر بالشيء ويحرص عليه يبذل نفسه في تحقيقه. وأرجوكم حاولوا تهمون أنفسكم ووظفوا طاقاتكم وحطوا أهدافكم واشتغلوا عليها. ترى الله يعين من أراد العمل، الله يعينه، ومن بذل نفسه الله يسر له، يسر لك رب العالمين ويوفقك رب العالمين. فعمر بن عبد العزيز يقول إني نفس تواقة، لي نفس طموحة تاقت لفاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. فكرت بفاطمة أن تزوجها وفكرت في الإمارة فصرت أمير على المدينة.
ثم يقول لرجاء بن حيوة ذلك العالم الجليل، يقول له عمر بن عبد، ويا رجاء